صاحيين نايمين كويس، صاحيين مفوقين، نبدأ بقى إيه من أول الصباح كده الباكر بتاعنا، تبدأ الجسم يبدأ يستعد للحرق، ماشين الجسم تبدأ تستعد عشان نحرق دهون. طب يا دكتور، فالفطار تمام، حلو قوي، لأن بنبدأ من الصبح نبدأ الجسم يشتغل في حرق الدهون. الغداء نفس الشيء، طبعا الغداء بالنسبة لي الكارثة، وبعد الفطار بقى الناس اللي بتجوع بعد ساعتين، يا دكتور أنا بجوع بسرعة، ابقى لسه فطرانه واجوع، ابقى لسه متغدي وبجوع، واتعشى لي 3 4 مرات في اليوم لحد ما تبقى الساعه 12 1 بالليل. خلينا كده مبدئيا اقول لكم معلومه على الماشي، وهي ان احنا بعد الساعه 7 ماكسيمم 8 الجسم الانسان ده طبيعه جسمنا كلنا، حرق الجسم او مكنه حرق الجسم اللي جوانا بتتوقف عن حرق اي دهون، سكريات، سميات، اي شيء بتدخلوه جوه الجسم، بيتوقف الحرق في خلال الساعه 7 ل 8. عرفتوا بقى ليه دايما اغلبيه دكاتره التغذيه يقول لك لا الساعه 8 اخرك؟ طيب انا يا دكتور مواعيد شغلي بخلص الساعه 10 بالليل، بخلص 11، بخلص 12، طب اعمل ايه؟ فدي حالات طارئه، فانا مش زي ما بيقولوا كده ايه، مش هقدره بقى، اللي هو لا احنا مش في الجيش، انا مش هقدرك، يعني مش هقول لك لا هو الساعه 8 ماليش دعوه، ما تاكلش، انا برجع طب من شغلي الساعه 10، خليكي رحيمه بينا شويه. لا هبقى رحيمه بيك، ماشي، انت بترجع من شغل الساعه 10 تمام، يبقى تاكلي خضار، معلش انا اسفه، خضار، لا الفاكهه اللي انا نوهت عنها، لا تفاح اخضر، لا ناكل اي خضار اخضر داكن. ليه يا دكتور اخضر داكن؟ عشان كل ما هو اخضر داكن فيه نسبه الياف عاليه جدا، بتساعد الجسم والقولون ان احنا يعني ما يبقاش فيه انتفاخات، الناس اللي بتعاني من الامساك، وكمان نسبه الالياف بتساعد ان احنا ننزل في الوزن، ما نبقاش ثابتين على الميزان. وكل ما هو داكن مليان مغنيسيوم، مليان فيتامينات كتيره جدا، فخدوها كده ايه، كل ما هو اخضر داكن مليان فيتامينات ومليان الياف، حلو قوي، وما بيتحولش الجسم دهون. انا مكنه حرق يا جماعه واقفه، مش هحرق حاجه، كلت الساعه 8 من 8 ونص اي حاجه هاكلها فيها سكر، فيها رز، فيها مكرونه، مش هتتحرق. ازاي يا دكتور؟ امال هتروح فين؟ بتنزل جوه البطن والكبد، دول اكتر اتنين بتتحوش فيها الحاجه اللي انت بتاكلها من بقك كده، والتفاصيل اللي انتوا بتاكلوها تفاصيل. انا دلوقتي نفسي هفتني على شويه مكرونه رجعانه، كلي يا حبيبتي مكرونه بعد الساعه 8، انت حرقك واقف خلاص، دي مني اساسي. تنزل بقى ايه حرق، مش هيحرق لك المكرونه دي، ده غير الناس بقى اللي عندها حرقها ضعيف اصلا، يعني ممكن طول اليوم بنحاول نزود الحرق بتاعه. تنزل تتحول لدهون في البطن والكبد، دول اهم اتنين بتحول فيهم الدهون. اقعدي بقى استمري بقى ايه لحد ما تصحي من النوم، جسمي بيبدا حرقه يشتغل من بعد اول كده من النهار، يشقشق زي ما بيقول. عرفتوا ليه ربنا خلق الصبح والنهار؟ الصبح عشان نشتغل، عشان نخس ونحرق دهون، عشان صحتنا بتبقى احسن، وبالليل معمول للنوم والراحه.